ويا هلا وسهلا فيكم من جديد. في جدة شارك أكثر من 83 طالبا وطالبة من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الأول الثانوي في برنامج فريد لتحدي القراءة نظمته مدارس جدة الخاصة، يهدف لتشجيع الطلاب والطالبات على قراءة الكتب والقصص العربية والإنجليزية أيضا عن الخارج عن المنهج المدرسي. وقد توجت فيه طالبات الصف الثالث الابتدائي بكأس تحدي القراءة لفوزهن باللقب بعد نجاحهم في قراءة 324 كتاب. تخيلوا تقرير موسع، هنروح ونشوفه ونتعرف عليه مع غادة الشاطبي ونرجع ونكملين. السبيل الوحيد للإبداع وتكوين المبدعين والمفكرين، والأمم القارئة هي الأمم القائدة، ولبناء جيل يعي أهمية القراءة وأي قوة هي، أطلقت مدرسة جدة الخاصة وللسنة الثانية على التوالي برنامجها الفريد في تنمية القراءة، برنامج تحدي القراءة. النشاط اللي هو تحدي القراءة أو Reading Challenge من سنة 2013 إلى وقتنا هذا وسيستمر بإذن الله. كان الحافز الأول هي مديرة المدرسة والمسؤولة عنها، كمان مع بالنشاط نفسه كان في الأمهات شجعوا كتير هذا البرنامج. ابتدى هذا البرنامج من سنة 2013 بضم التلاميذ من صف أول ابتدائي لغاية الصف الأول ثانوي. أنا في الصف الثالث قرأت 38 كتاب، ومن أجمل كتاب قرأته هو سمور الحرامي لأنه حمسني واستمتعت وأنا أقرأه. قرأت 19 كتاب، غالبا كان العربي أكثر من الإنجليش عشان المسات عندنا كانوا يقولون أنه أحسن نقرأ عربي أكثر من الإنجليش عشان يحسن حقنا العربي. تحدي القراءة هو أحد البرامج التنموية اللاصفية والذي صمم لجذب اهتمام الطلاب والطالبات إلى القراءة التي تساهم في توسيع أفقهم ومداركهم من خلال جلسات مكتبية أسبوعية بين الطلاب ومشرفة المكتبة، حيث يترك للطالب حرية اختيار كتابه المفضل وعمل ملخصات موجزة عن كل كتاب ليتم نقاشها وتبادل ما اكتسبه من معرفة مع زملائه. أنا قرأت 8 كتب، 4 عربي و4 إنجليزي. أكثر كتاب مفضل عجبني واسمه رامي والحصان الأسود. وأنا السنة الجاية إن شاء الله حقرأ أكثر من 21 كتاب، وكمان حقول لصحباتي يقرأوا كمان معايا أكثر عشان مرة حل القراءة وتعلمك أشياء جديدة. في هذه السنة في الريدينج تشالنج قرأت 26 كتاب، ومرة أحب القراءة وأقبل الناس الصغار واللي أكبر مني يقرأ. علما بأن مجموع الكتب التي تم قراءتها خلال فترة تحدي القراءة هي ما يقارب 1158 كتابا بمشاركة أكثر من 83 طالبا وطالبة. وقد توج طلاب الصف الثالث ابتدائي بكأس تحدي القراءة لعام 2015. قرأنا أكثر من 1000 كتاب وفزنا بالكأس. لبرنامج سيدتي غادة الشاطبي جدة. شكرا للزميلة غادة الشاطبي على هذا التقرير الجميل. اليوم عندنا مفاجأة مرة حلوة، عندنا اليوم ضيفتين جدا مميزين هم اللي حصلوا على الجائزة، وجائزة التحدي للقراءة. معنا اليوم زينة مقبول ومعنا كمان هيا أبو غزالة. يا أهلا وسهلا فيكم، أنا مرة مبسوطة أنكم معاي. أنتم مبسوطين؟ مرتاحين؟ أول حاجة فزتي زينة صح؟ أنت وهي أول حاجة لما قالوا أنكم فزتوا بالجائزة كيف حسيتوا؟ حسيت مرة بفرح كبير عشان أنا يعني في الوقت المحدد اللي كنا نقرأ فيه الكتب كنت أقرأ مرة كثير كتب عشان أنا كمان مرة أحب القراءة. برافو عليك. وأنت كمان هي تحب القراءة؟ إيه. إيش الكتب اللي قرأتيها هي؟ أو الكتاب اللي أثر فيكي؟ أنا الكتاب اللي أثر فيا هو أنا رومي. أنا رومي إيه؟ كان بيتكلم عن إيش أنا رومي؟ أنا رومي كان بيتكلم عن بنت هي
تحب تختار حواجها بنفسها، ولما أمها تجيب لها الشيء تقول هذا حلو عليكي تقول لها لا ما أحب هذا كده. عندها شخصية حلوة هي كده. أنت حبيتي شخصيتها؟ فيك شيء منها ولا شوية؟ طيب خلينا بس نقول شكرا أكيد لمديرة المدرسة الأستاذة ليلى الطحلاوي على هذه الفكرة. كيف مامتك زينة حسيتيها؟ انبسطت لهذه الفكرة خاصة أنك تحب القراءة؟ أيوه انبسطت. وهي كمان ساعدتك في أنك تنظمي وقتك؟ أيوه. كيف ساعدتك؟ أحيانا أنا يعني أنا أول ما أرجع البيت بعد ما نغدى وأرتاح أعمل أبدأ واجباتي، بعد كده عندي وقت فاضي أقرأ، أو مثلا قبل ما أنام أقرأ، يعني أنا يكون عندي فرص أقرأ. أنت أصلا تحب القراءة، يعني مش أنه لما عملوا التحدي أنت تحمستي أكتر؟ أيوه. لأنك أنت بتحبي دائما. في معدل قد إيش تقرأي؟ يعني مثلا في الشهر تقرأي كتاب كتابين؟ ممكن ثلاثة كتب. ما شاء الله برافو عليك. وفي هذه الفترة قد إيش يا هيا قرأتي لما عملوا التحدي؟ كم كتاب قرأتي؟ أنا 21. ما شاء الله. وإنت زينة؟ 19 كتب. 19. طيب هي قالت لي مامتها كانت كمان تساعدها لأن هي تحب القراءة، وإنت كيف كانت ماما معك؟ أنا ماما كانت تشجع لي تقول لي روحي أقرأي كتب على طول. إيه؟ وبابا؟ بابا برضو كان بيشجعني كمان. كمان. طيب لما في وقت الفراغ اللي أو وقت اللي أنت بتقضيه مع ماما وبابا على طول الكتاب في يدكم ولا عادي؟ لا، في الوقت اللي إحنا عندنا فيه فرصة إنه نقرأ نقرأ. في الوقت اللي أقعد مع ماما وبابا أحيانا نتكلم عن الكتاب اللي قرأناه، أقول لهم إيش استفدت من إيش استفدت من الكتاب. برافو عليك. إيش كانت قصة اللي أنت قرأتيها أو الكتاب اللي أنت قرأتيه؟ الكتاب اللي قرأته هو جودي مودي النظة بومع سمع، كان يتكلم عن بنت. حلو. كل أصحابها مسافرين ما عدا واحدة بنت من صحباتها، وهي ما هي مسافرة، أمها وأبوها اللي مسافرين، وكانت تحسب إنه حقها إجازة الصيف حتكون مرة ما هي حلوة. بعدين أول يوم من إجازة الصيف راحت مع صديقتها، راحت على الملاهي لعبوا زي كده. في النهاية صديقتها قررت هي مع أهلها إن هم لازم يسافروا. حلو. فهي قعدت لوحدها لأن أمها وأبوها سافروا. أتخيلتي نفسك في القصة زينة؟ أتخيلتي نفسك أنت اللي في القصة؟ إيه. لما تقرأ القصة أنت بتخيلي نفسك فيها؟ إيه. طب حكوني عن حفلة الجوائز لما أخذتوها وحفلة التخرج وكده. كيف كانت؟ يعني إحنا أول يعني كلنا قعدنا، وبعدين اللي مسؤولة هي قالت كل أسماءنا، ورحنا طلعنا أخذنا الشهادات والميدالية. والميدالية إيه، وزعوا ميداليات كمان. إيوه. طيب وكان في فقرات قبل توزيع الشهادات والميداليات والهدايا، كان في فقرة إنه قراءة القرآن الكريم، كان في فقرة من مشهد من مسرحية سواها الكبار، كان في كمان فقرة أنا كنت بحاور الأطفال عن أحلى كتاب قرأوه في تحدي القراءة أو إيش استفاد من الكتاب. يعني كنت مذيعة؟ أيوه. يعني كنت زيي، كنت قاعدة وتحاوريهم. طب إيش كان أكتر سؤال سألتيه كده وعجبهم وانبسطوا منه؟ هو إيش استفدت من الكتاب؟ وإيش كانوا أكتر شيء يقولوا؟ كل واحدة مختلفة عن الثانية ولا كان في شيء كده محدد كلهم اجتمعوا عليه؟ كان في شيء محدد كلهم، كل واحدة فيهم قالت هي ايش استفادت من احلى كتاب قرأته. حلو حلو. طيب كمان في اكيد بنات ما اخذوا جوائز ويمكن ما قدروا ياخذوا ميداليات حتى، ايش تقولوا لهم؟ انا كنت اقول لهم ممكن تشاركوا ثاني مرة تصيروا معنا، ممكن نفوز ثاني. هو كلنا اخذنا شهادة، كل اللي حاولوا اخذوا شهادة. حلو. ايوه. بس اللي ما شارك وما اخذ شهاده. انا ابغاكم توجهوا كده رساله للناس اللي ما شاركت، كيف تخليهم يحبوا القراءه؟ انت ايش تنصحيهم؟ القراءه تغذي المخ، ولازم دائما نمارسها في البيت. صح. وانت هي والقراءه هو يعني بيوديك مثلا زي ادفنتشرز، يعني ممكن يعني يوم انت تقراي كتب كثيره وتشوفي ممكن انت كمان تكتبي كتاب بنفسك. طيب دحين في عندنا إجازة،
هل حطيتوا في كتب معينة تبوا تقرؤوها، بدأتوا تحضروا من دحين ولا؟ لا لسه ما أنا لسه بسويه. أنت قاعدة أوريدي خططتي لهذا الموضوع صح؟ لا بس أنا لسه بسويه يعني. إيش الكتب يعني؟ أنا شايفة إن كلها روايات تقريبا، في كتب معينة نفسكم تقرؤوها كمان، علمية مثلا، معلومات عامة؟ لا أنا أحب مجموعة كتب جودي مودي مرة حلوة. احيانا يعني دحين انا يعني اقول في ناس ما حيسافروا دي الاجازه، لما تقرا الكتاب انت تروحي اماكن ما عمره احد راح. صح، برافو عليكي، انه فعلا مرات احنا نسافر معاهم نتخيل شكل المدن معاهم، فهذه كلها زي ما قلتي انه تحمسنا انه احنا نقرا اكثر ونتحمس اكثر. طيب ما نفسكم تتعلموا مثلا كمان قراءه اشياء جديده، يعني مثلا اشياء في الكيمياء، اشياء في العلوم، اشياء في الرياضيات ولا عادي؟ احنا في مكتبتنا عندنا جزء من كل يعني كل فئه حقت كل كتب مقسمه على اعمارنا، على القصص الخياليه، على القصص العلميه، عندنا كل شيء حسب السن. يعني احنا عندنا كتب كيمياء فيزياء على سننا. حلو حلو، وانتم ما شاء الله عليكم كبار بنات وعرايس قد الدنيا يعني. وانت هيا كنت بتقولي لي كمان حاجة. ايوه زي ما هي قالت كنت حقول. طيب سؤال، هيا الايباد كيف بتستخدموه؟ هل انتم بتنزلوا كتب عليها ولا أيوه. ولا بتعزلوا الكتب عن الايباد او الاجهزة؟ ايوه بس احنا ما احنا بننزل كتب على الايباد، بس هذه ممنوع نستخدمه. ممنوع، لازم تقرا الكتب اللي في بيتك او تشتري او تستخدمي من المكتبه. اوكي، حتى الجيمز كل شيء ممنوع طبعا. ممنوع الاشياء هذه. طيب ومدرساتكم كيف كانوا مبسوطين فيكم يعني؟ أيوه. ما شاء الله جدا خاصه، ما شاء الله يعني تميزت بهذا الموضوع. شكراً. بهذه الفكره فعلا. شكرا. هو المدرسات كانت عندنا مدرسة المكتبة من السميحة، كانت دائما تشجعنا على القراءة. كان حتى عندنا كتاب نكتب اسم القصة وإيش استفدنا منها. حلو. وإنه هل إحنا ننصح الناس إنه يقرأوا القصة أو لا. حلو. طب نصيحة أخيرة تقوليها هي لكل اللي يشوفك اليوم، وكمان لزميلاتك وصحباتك اللي تحمسيهم للقراءة. طيب إيش تقولي لهم؟ أنا أقول إن شاء الله السنة الجاية اللي ما شارك إن شاء الله تشاركوا تاني، وإن شاء الله ممكن نفوز أو مو شرط لازم نفوز عادي. برافو عليك. وإنت زينة إيش تحب تقولي له؟ أقول إنه القراءة جدا مهمة، واللي ما شارك السنة اللي فاتت يقدر يشارك دي السنة. هي الفكرة من هذه المسابقة مو إنه إحنا لازم نفوز، مو إنه إحنا بنقرأ عشان نفوز، لا إحنا بنقرأ عشاننا إحنا، عشان نتعلم أشياء أكثر. يعني أنا مبسوطة فيكم مرة كثير لهيا أبو غزالة وزينة مقبول وجودكم معنا اليوم، وأكيد نشكر بابا وماما وعائلتنا اللي دعمتنا كمان، وأكيد بوجه تحية خاصة لمدرسة جدة الخاصة بالضبط، والأستاذة ليلى طحلاوي لجهودها العظيمة، وأيضا كمان أشكر كل الأمهات اللي دعموا هذه الفكرة وحطوا يدهم بيد المدرسة لدعم فكرة القراءة، اللي إحنا دائما محتاجينها صغار وكبار، هي فعلا بنغذي الروح على قول صغيرتنا وحبيبتنا ضيفتنا زينة. شكرا لكم متابعينا، كانت هذه هي ختام فقرتنا لليوم، وشكرا لكل من شاهد هذه الحلقة وحلقة جديدة تابعوها غدا، وأنا أقول لكم فما الله.